الاستثمار الجديد. عندنا المجلس الوطني للاستثمار لو كونسي ناسيونال دافيسيسمون سي ان اي، باين المجال تاعه محدد في صوره عامه، هو اقتراح استراتيجيه الدوله في مجال الاستثمار والسهر على تناسقها الشامل وتقييمها، تقييم التنفيذ نتاعها. غادير كاين تسطير استراتيجيه تاع الدوله في مجال الاستثمار، لكن احنا نقولوا او نيفو ماكرو، ومن بعد كاين هناك مراه سويفي المتابعه والتنسيق الشامل، ومن بعد ثاني كالتقييم، التقييم التنفيذ تاعها يكون بموجب تقرير اللي ذكره الزميل قبيله تاع ممثل الشباك، تقييم كما نقولوا البرنامج المسطر من المجلس الوطني للاستثمار. وهذا المجلس الوطني هو تحت اشراف السيد الوزير الاول، يعني باش نشوفوا باللي كاين هناك متابعه من طرف الدوله للاستثمار من البدايه نتاعه والى غايه توسعه او اعطاء او تحقيق نتائج ايجابيه اكبر. ثانيا وكاله جزائريه لتقييم الاستثمار تسمى بأجنس الجزائريان دو لا فورماسيون دو لافيسيسمون، هذه تسميه جديده اللي كانت سابقا كانت تسمى بالوكاله الوطنيه لتطوير الاستثمار اونغلي، دوك راه مسميناها اطابي تسمى اابي اجنس الجزائريان دو لا فورماسيون دو لافيسيسمون، الوكاله الجزائريه لتقييم الاستثمار. اعتبرنا في هذا القانون الجديد هي جهاز